الفكرة ببساطة إنه في المجتمعات الشرقية في مصر وفي الوطن العربي الناس بتتعامل مع المرض النفسي على إنه وصمة عار. للأسف فكتير من الناس بيكون عندهم مرض نفسي وبيتكسفوا يروحوا العيادة النفسية علشان لو اتشافوا عند دكتور نفسي ده هيعمل لهم وصمة اجتماعية وسط المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وبناء عليه كان الهدف هو إن يكون في طريقة الناس تحصل فيها على العلاج بدون إنه يتعرف إن هما بيتعالجوا. فقررنا نعمل ده بشكل إلكتروني، فالناس تقدر تعمل ده من البيت، مش بيحتاجوا يدخلوا أي بيانات حقيقية على الموقع، ولذلك مش بتعرف شخصيتهم الحقيقية، وبيقدروا يحصلوا على نفس الخدمة لأنه بيتكلم مع الدكتور النفسي عن طريق الفيديو كونفرنس. تمام، هو ابلكيشن بس باشمهندس محمد ولا ايه برضه ويب سايت؟ هو ويب سايت وموبايل ابلكيشن. طيب طب كويس جدا. طب ايه طبيعة الخدمات بقى اللي بتقدموها على العيادة النفسية الاونلاين؟ احنا بنقدم كل الخدمات اللي بيقدمها الدكتور النفسي في العيادة العادية. فاحنا عندنا تقريبا 350 دكتور نفسي موجودين. اي شخص بيقدر يدخل على الموقع او الابلكيشن بيختار الدكتور المناسب ليه والميعاد المناسب ليه، ويقدر يقابل الدكتور عن طريق الفيديو كونفرنس. فأي بيحجز حاجة ميعاد الدكتور يعني نفسي صح؟ بيقدمها في العيادة موجودة. إيه يا فندم؟ بيحجز ميعاد يعني زي كأنه مثلا بيحجز ميعاد في عيادة فهو بيحجز ميعاد برضه. مظبوط. تمام. طيب انتوا بقالكوا قد ايه مشغلين العيادة؟ 5 سنين. 5 سنين. طيب طبعا هي دلوقتي يمكن الناس محتاجاها اكتر، لان طبعا الظروف اللي احنا بنمر بيها مش بس هنا في مصر، في العالم كله حاله التوتر والقلق شويه زياده عن المعتاد. هل ده دفع الناس ان هم يقبلوا اكتر على العياده النفسيه اونلاين؟ مظبوط. من اول لما كورونا بدات زي ما حضرتك قلتي عدد الناس اللي موجودين على العياده الالكترونيه كبر بنسبه تفوق 50%. اي الفئات العمريه يا باشمهندس محمد اكتر؟ أكتر الفئات العمرية طبعا الشباب اللي هم ما بين 20 سنة و45 سنة. هم دول أكثر إقبالا يعني. مظبوط. طيب إيه نوعية الـ الأمراض اللي عندهم؟ يعني لو هنقول مثلا إن إحنا عندنا أمراض نفسية متعددة، إيه الأكثر انتشارا دلوقتي؟ القلق والاكتئاب. القلق والاكتئاب والوسواس هم أكثر 3 أمراض عامة منتشرة بسبب فيروس كورونا. في كمان بعض الأمراض الخاصة المتعلقة بالعنف المنزلي نتيجة لأنه السيدات بقوا بيقعدوا في البيت يعني عدد ساعات أطول مع باقي أفراد الأسرة، فبقوا بيتعرضوا للعنف المنزلي بدرجة أكبر من قبل وجود فيروس كورونا. فهذه الأمراض المنتشرة بشكل كبير أوي خلال الفترة دي.